Hello, grade 12. Last time, أخذنا بلكتشر 18 درس الإكسبوننشال فانكشنز. الإكسبوننشال فانكشنز كنا عم ندرس في definition والproperties. Right? Definition والproperties. هلا today رح نكمل ب بس شوية هيك quick revision. أخذنا definition وقلنا الإكسبوننشال هو الانفرس للن x وأخذنا properties وحلينا عليها الإكسرسايز. فيكم ترجعوا تشوفوا الفيديو here وكمان هون the same. هلا today رح نكمل ب derivatives and integrals. derivatives and integrals رح نشوف الderivative للexponential. اوكي okay. u الexponential تبعه او الderivative تبعه هو u prime eu. اوكي okay. ex كلها prime هي ex. يعني مثلا هيدي رول بدنا نحفظها. كيف مثلا derivative لن u هي u prime على u. نفس الايديا هون eu كلها prime هي u prime eu. Find the derivative of the function f so that f of x equal e x square plus 3x. Okay? طيب. فإذا أنا بعرف إنه derivative لـ eu هي u prime eu. صح؟ هيدي الرول. طيب. شو هو الـ u prime؟ هو 2x plus 3. Okay؟ شو هي الـ eu؟ الـ eu هي e x square plus 3x. بس هيك. هيدا هو درس الـ يعني هيدا هو الـ derivative للـ exponential function. Okay. سهل كتير ما بده شيء بس في رول هون بدي احفظها وخلص هيدي هي. هلا الديريفيتيف ل اي اكس هو بضله اي اكس. ليه الديريفيتيف ل اي اكس هو بضله اي اكس؟ لانه الاي اكس اعتبر انه الاكس هي اليو. اذا برايم شو بتصير؟ يو برايم يلي هي 1 اي يو اللي هي اي اكس فبتصير اي اكس. فاذا الديريفيتيف ل اي اكس هو اي اكس. اوكي هيدي بدنا نحفظها كتير منيح. الديريفيتيف ل اي اكس هو exponential x. خلينا نشوف الانتيجرال. طب شو الانتيجرال ل u prime eu؟ بما انه derivative ل eu بما انه derivative ل eu هو u prime eu. هلا اذا عملت انتيجرال هون الانتيجرال ل u prime eu هو بيطلع هيدا يلي هو ال eu plus c. اكيد انتيجرال ل ex هو ex plus c. انتوا اذا بدكم تجربوا اعملوا ديريفيتيف مرتين هون اعملوا ديريفيتيف هون بصير يو برايم اي يو بروح الانتجرال ديريفيتيف بتروح الانتجرال وهون بضلوا اي يو. عرفتوا كيف؟ يعني يو برايم اي يو هي بتصير اي يو كلها برايم. تمام. هلا الانتجرال ليو برايم اي يو هي اي يو. هيدي الفورمولا كمان بدي انا احفظها كثير منيح لاني بدي اعمل عليها اكسرسايز بعد شوي. يعني كيف الانتجرال يعني مثلا كيف كان عندي انا لين يو برايم u prime على u صح؟ okay. والانتجرال لu prime على u dx هي كانت لن u او كنا ناخذها لن absolute u عشان نحفظ الابسوليوت بضلها positive. okay. هون ما بتفرق مع انا positive ولا negative لانه الex هو معرف على كل الr يعني ما بحاجه. لن x هو من 0 plus infinity. المهم نفس الايديا هون يعني هيدي الايديا وهيدي الايديا نفس الشيء. طيب هلا بناخذ شويه examples. شو الانتجرال لx اي اكس سكوير ماينس 3؟ شو هيدا الانتجرال؟ طيب هل هي يو برايم اي يو؟ خليني انا اعتبر انه هيدا هو اليو. فاذا احط هون يو هو اكس سكوير ماينس 3. طيب شو اليو برايم؟ اليو برايم هو 2x بس. طيب شو ناقصها هيدي تكون هون؟ ناقصها 2. فاذا هيدي شو بتصير؟ 2 عفوا ال 2 بدي احطها جوا يعني هيك بتصير انتجرال 2 اي اكس سكوير ماينس 3 dx وهون 1 على 2. اوكي حط انا 1 على 2 بحط هون 2. شو بتصير هاي؟ بتصير half integral ل u prime eu dx. يعني هي شو بتطلع؟ half eu يلي هو half هودي مش ضروري نكتبهم e x square minus 3 plus c. هيدا هو الانتجرال. عرفتوا كيف؟ انا u prime eu حطيت half وحطيت جوا 2 اي علشان تصير u برايم eu لانه الديريفيتيف لx سكوير ماينس 3 هي 2x. اوكي هون نسيت احط x بس هي 2x فبصير u برايم eu. طيب 1 على x سكوير e 1 على x dx. طيب اذا انت عندك هيدي اليو اذا هاي هي اليو. طيب ال1 على x هي اليو. شو الديريفيتيف ل1 على x؟ الديريفيتيف ل1 على x هي ماينس 1 على x سكوير. اوكي طيب بما انه minus 1 على x square شو لازم اعمل هير؟ لازم احط minus outside و minus inside.
why لانه I need U prime E U عرفتوا كيف صارت U prime E U فإذا بعد ما عملتها هيك بتصير minus U prime E U هيدي U prime وهيدي E U DX okay فبتصير E U وبتصير minus E 1 over X plus يعني بتصير هيك اوكي هيدي الماينس خليها اوتسايد يو برايم اي يو 1 على اكس هي الدريفتيف تبعها ماينس 1 على اكس سكوير فانا عشان هيك حطيت ماينس هير وحطيت ماينس اوتسايد يعني مثل ما كنا نعمل باللن هي ذاتها نفس الايديا نفس الشيء اوكي طيب لكتشر او بيج 7 ليميتس اند جرافس ليميتس اند جرافس طيب في رولز لازم نحفظهم اللي هي هاي وهاي وهاي مش ضروري نعرف كيف اجوا بس لازم نحفظهم كثير منيح عندنا رول ليمت لاي اكس از اكس تنس تو ماينس انفينيتي ايكوال لزيرو هاي رول ليمت اي اكس از اكس تنس تو ماينس انفينيتي ايكوال لزيرو اند ليمت لاي اكس از اكس تنس تو بلس انفينيتي ايكوال لبلس انفينيتي هودي بدي استعملهم بعدين بالفانكشنز اوكي هلا Calculation of limit as x tends to plus infinity لـ ex على x هلا ex على x خليني اشوفها طيب إذا أنا عملت limit على plus infinity شو بتصير؟ limit على ex لـ plus infinity بتصير plus infinity وتحت بتصير plus infinity هيدا الفورم صرت حافظه أنا indeterminate أنا بدي أعمل لوبيتال لوبيتال derivative للي فوق على derivative للي تحت يعني أنا إذا عملت هلا limit as x tends to plus infinity لـ ex اي اكس بتضل اي اكس ليه لانه ديريفتيف لاي اكس هي اي اكس وديريفتيف لاكس اللي تحت هي 1 يعني هي ليمت لاي اكس على بلس انفينيتي شو بتصير بلس انفينيتي فهيدا الفورم انا في احفظه انه ليمت لاي اكس على اكس از اكس تنس تو بلس انفينيتي ايكوال بلس انفينيتي اوكي هاو دي رولز بدي اسجلهم وبدي احفظهم كيف انا حفظت انه لن 0 ماينس انفينيتي ولن بلس انفينيتي بلس انفينيتي هون نفس الشيء ليميت على الماينس انفينيتي هي 0 والليميت على بلس انفينيتي بلس انفينيتي يعني دائما اربطوها باللن يعني حطوا قاعدات اللن والاكسبوننشال فوق بعضهم عشان تحفظوهم كثير منيح بعد في عندي رولز بعد في عندي رولز اللي هي ليميت از اكس تنس تو بلس انفينيتي لاي اكس على اكس قبل شوي اخذناها بلس انفينيتي صح؟ هيدي نفس الشيء ولكن على اكس باور الفا وير الفا از بوزيتيف راشونال نمبر او شو ما كان انتيجر او اي شيء اوكي؟ فاذا شو بيكون هون؟ بيكون هيك ليميت لاي اكس على اكس باور الفا از اكس تنس تو بلس انفينيتي ايكوال اكس سكوير يعني اجانا سؤال والله هيك مثلا ليميت لاي اكس على اكس كيوب as x tends to plus infinity طيب شو بروح بعمل هون اذا بتشتغلها بالطريقه العاديه شو بتصير infinity على infinity وهون بتصير indeterminate فشو بتصير اعمل بصير اعمل لوبيتال طيب لوبيتال شو بيقول لي لوبيتال بيقول لي اعمل derivative للي فوق على derivative للي تحت يعني بتصير equal derivative للي فوق هي ex وderivative للي تحت هي 2x square نفس الشيء انفينيتي على انفينيتي وبدي فوت بلوب هيك ضل نعيد عيد لاخر شيء يصير اي اكس على نمبر اوكي فهون الرول بتقول لي انه دغري بحط انا هيدي مش بحاجه اني اكتب هودي كله خلاص دغري بحط بلس انفينيتي يعني بتصير ليمت لاي اكس از اكس تنس تو بلس انفينيتي على اكس سكوير او على اكس كيوب او على اي شيء ايكوال لبلس انفينيتي اللي هي هيك اللي هي هيك يعني ليمت لا اي اكس على اكس باور 10 حتى لو كانت شو ما كانت از اكس تنس تو بلس انفينيتي بتطلع بلس انفينيتي اي ما تجي هاي بس انه يعني لازم نحفظها هلا ليمت از اكس تنس تو ماينس انفينيتي لابسوليوت اكس باور الفا ليه حاطه ابسوليوت اكس لانه هي على ماينس انفينيتي فعشان ما يصير في ماينس هم خليها انا بوزيتيف اي اكس ايكوال 0 with alpha is a positive rational number فيها تكون whole number أو فيها تكون rational number particular case for alpha equal to 1 يعني هل alpha هي power for alpha equal to 1 limit لabsolute x as x tends to minus infinity لabsolute x ex equal to 0 okay equal to 0 هاي دي كمان فينا نحفظها ونطبقها دغري بالexercises دغري بالexercises هاي وهاي
اوكي رولز بنحطهم قدامنا وبيمروا معنا كثير بالاكسرسايزز اللي راح نستعملهم، يعني ما حدا بقول مش راح نستعملهم. خلينا نروح على اكتيفيتي ليمت از اكس تنس تو زيرو لاي اكس ماينس 1 على اكس. طيب هيدا كيف انا بدي اعملها هي؟ اوكي هلا في اقسم هيدي اثنين او في دغري اعملها. اوكي فبتصير هيدي ليمت او في حطها دغري، خلينا نحطها دغري على 0. اي 0 هي 1 ماينس 1 على 0 فبصير 0 على 0. 0 على 0 indeterminate. شو بدي اعمل؟ لوبيتال. لوبيتال شو بيقول لي؟ اعمل derivative للي فوق على derivative للي تحت، فبصير limit as x tends to 0 ل اي اكس ماينس 1 بتضلها اي اكس لانه derivative ل اي اكس مثل ما شفت قبل شوي هي اي اكس، وهيدي بتصير 1. اوكي فبتصير limit ل اي اكس اي 0 هي 1، فبتصير هيك اي 0 على 1. طيب اي 0 انا اخذتها انه هي 1 على 1 فبيطلع الانسر اخر شيء 1. اوكي بيطلع الانسر 1 هيدي بس هيك. هلا رح نشوف بعدين بالاكسرسايز كثير اكسرسايزز على على الليمتس وهالاشياء هاي. طيب خلينا نروح اعمل ستدي، بما انه انا صرت اعرف ديريفيتيف وصرت اعمل ليمتس وهالاشياء هاي، خليني اعمل ستدي للفانكشن اف اوف اكس ايكوال اي اكس لهيدا الفانكشن، كيف بتطلع رسمته؟ اوكي؟ طيب خليني اقول انه الاف اوف اكس والسي هو ريبريزنتيف كيرف، اف از ديفايند كونتينيوس اند ديفرنشبل، يعني هو دائما عنده ديريفيتيف على ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، هيدي اخذناها من شوي. اوكي اخذناها باول فيديو انه الاكسبوننشال دائما هو ديفايند فروم ماينس انفينيتي تو بلس انفينيتي. اوكي هو كونتينيوس وهو ديفرنشبل دائما عنده ديريفاتيف. اوكي طيب الاف برايم اوف اكس ايكوال اي اكس اخذناها قبل شوي. اوكي وانا بعرف من قبل انه الاي اكس هي دائما بوزيتيف، اي اكس هي دائما بوزيتيف، اذا بدكم نتذكرها نحن كنا نعرف الاي اكس هيك من ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، وين الرينج تبعه؟ 0 بلس انفينيتي، هو دائما بوزيتيف، الاكس فيها تكون نيجاتيف فيها تكون بوزيتيف عادي، ولكن الاي اكس نفسه هو دائما بوزيتيف. اوكي؟ طيب. ليمت الاف اوف اكس على ماينس انفينيتي ايكوال لزيرو، اخذتها قبل شوي. هودي كلهم رولز، يعني نحن اخذنا كل الرولز ولا عم نطبقها. So the equation y equal to 0 بما انه الليمت على الانفينيتي طلع 0، يعني the equation y equal to 0 يلي هو الاكس اكسس مضبوط هو بيطلع horizontal asymptote to c at minus infinity. عرفتوا كيف الايديا؟ ليمت على انفينيتي طلع 0. So the equation y equal to 0 is a horizontal asymptote at minus infinity. هلا ليمت على بلس انفينيتي هيطلع ليمت لاي اكس على بلس انفينيتي هو بلس انفينيتي. اوكي طيب with هون ليمت الاف اوف اكس على اكس ايكوال ليمت لاي اكس على اكس ايكوال بلس انفينيتي، هيدي شو بدنا فيها؟ هيدي مش ضروري يعني ناخذها هلا لانه اف اوف اكس على اكس هيدي بياخذوها دائما جنرال ساينس. خلينا نشوف التيبل اوف فاريشن. شو التيبل اوف فاريشن؟ اوكي شو التيبل اوف فاريشن بيقول لي؟ الاكس بدي احطها من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي، الاف برايم اوف اكس هي دائما بوزيتيف، الاف اوف اكس هي من 0 لبلس انفينيتي. اوكي سي باسز ثرو ذا بوينت اي 0 1 اند بي 1 اي. طيب خليني اشوف شو هني هول ليه حطهم. طيب اول شيء ماينس انفينيتي، شو الليمت على ماينس انفينيتي؟ 0. شو الليمت على بلس انفينيتي؟ بلس انفينيتي. الاف برايم اوف اكس انا طلعت عندي هون بوزيتيف، فاذا حطها بوزيتيف هيك. اوكي هي طلعت من هون، فاذا حطها انا بوزيتيف فروم هير. اوكي بما انه الاف برايم بوزيتيف يعني هو انكريزنج، فاذا الاكسبوننشال اكس هو شكله بكون انكريزنج فانكشن. انكريزنج فانكشن من وين لوين؟ من ماينس انفينيتي 0 ل بلس انفينيتي بلس انفينيتي. يعني اذا بدي اعمل سكتش للدايجرام انا ماينس انفينيتي لما الاكس ماينس انفينيتي بيكون الفانكشن 0، يعني من هون اوكي ببلش من هون، وعلى بلس انفينيتي بلس انفينيتي على بلس انفينيتي اني وير هون هيدا الاكس وهيدا الواي هون بلس انفينيتي يعني سم وير هير، يعني بده يخلص هيك وبده يطلع الى ما لا نهايه. هلا بدي اشوف انا الفانكشن وين باسز ثرو ذا واي اكسس وين باسز ثرو ذا ما بعرف، خليني اشوف خليني اشوف شو هن البارتيكولار بوينتس. طيب انا بعرف انه اي 0
equal 1 هاي دي شغلة معروفة. بما انه E0 equal 1 يعني الاكس هي 0 والواي هي 1، فاذا point 01 هو بيمرق فيها هيدا الفانكشن، هيدي بنسميها point A. شفتوها؟ هيا بنعلمها بالاصفر، هيدي البوينت A. E0 equal 1 فاذا البوينت A 01 هي هيدي البوينت A. طيب ليش هو عم بيقول لي هون B1E؟ لاني انا بعرف كمان انه الاي 1 اي باور 1 يعني مش برايم، اي باور 1 ايكوال لاي يعني الاكس هي 1 والواي هي اي، مش اي 1 ايكوال لاي يعني اف 1 ايكوال لاي. عرفتوا كيف؟ طيب يعني على 1 على اكس ايكوال 1 بيعطيني هو اي. شو هي الاي؟ 2.7 اللي هي كلنا بنعرفها، هيدي 1 هيدي 2، خلينا نقول انه هي هون مثلا. اوكي فاذا هيدي البوينت هيتا هي 1A وهي بتطلع هون هيدي البي. هلا بعد شوي بنرسمها، يعني هون بعدني عم بعمل له سكتش. هيدي البوينت وهيدي البوينت لازم يمرق فيهم هيدا الفانكشن وبيطلع هيك، هيدا بالسكتش تبعه يعني بيطلع هيك وبيطلع ان ذات واي. اوكي هيدا بس سكتش. طيب هلا بالرسم اللي بعده هون، ها هون الرسمه المضبوطه، خلينا نجرب. بوينت 01 هيدي البوينت A هيها 1A هيدي الـ point 1A شفتوها، هيدي الـ point B 1E والـ point A هي 0 1. اوكي والفانكشن من minus infinity 0 plus على plus infinity plus infinity هو بيكون exponential، هيدا شكل الـ exponential هيته. اوكي هيدا شكل الـ exponential. طيب هيدا كان كل شيء بالنسبة للـ exponential، هذا كان كل شيء. هلا بدي حل شوية exercises هير، شي كم exercise. هيدا number 8 in your books. اوكي بالبوك عندكم بدرس الـ exponential بتلاقوا number 8. Determine the set of real numbers x for which the function f is differentiable and calculate f prime. هلا نحن خلينا نركز على calculate f prime. اوكي كالكوليت اف برايم، يعني انا بدي اتدرب على الاف برايم. طيب اول واحد اف اوف اكس ايكوال اي 2x سكوير ماينس 3x بلس 4، هودي كلهم فوق الاي. اوكي طيب شو بتصير اف برايم اوف اكس؟ طيب انا عندي اي يو، وشو بتصير الديريفيتيف؟ اي يو برايم اي يو. اوكي هلا هيدي في اكتب على جنب، في دغري اعملها، في ما اكتبها للرول. فاليو برايم يعني شو؟ يعني 4x حط براكت هيك لان بعد شوي بتضربها بالاي بالاي يو 4x ماينس 3 اي يو اللي هي 2x سكوير ماينس 3x بلس 4. وهيك بكون انا خلصت ال نمبر 1. نمبر 2 عم نقول هون اف اوف اكس ايكوال 2x اي اكس، هيدا الاف اوف اكس هو 2x e x. اوكي طيب شو بصير الاف برايم اوف x؟ الاف برايم اوف x بصير هون طلعوا لي فيها كثير منيح 2x multiplied by e x، يعني هي وكانك كانه هو عم بيقول لي في اثنين فانكشنز في u في v. اوكي طيب كيف انا بدي اعمل u times v على الطريقه اللي نحن كلنا بنعرفها اللي هي u برايم v plus v برايم U أو UV برايم. أوكي طيب خليني أعملها يلا V برايم U. وشو بتصير هاي؟ U برايم V يعني 2 حطها هيك إذا بدي تايمز V اللي هي EX بلس v prime u. شو هي ال v prime؟ هي e x. شو هي ال u؟ هي 2x. يعني شو بصير هذا الانتجر الديريفاتيف؟ بصير 2 e x plus 2x e x. هيدا هو الديريفاتيف تبع الفانكشن. خليني نشوف نمبر 3 هي. اوكي خليني نشوف نمبر 3. النمبر 3 عم نقول f of x equal e x plus e minus x على 2. اوكي okay. طيب هلا هيدي ما باخذها يو على في، ليش ما باخذها يو على في؟ لانه اللي تحت هو كونستانت، ففي انا اعمل بس ديريفاتيف للي فوق وخلص لانه هيدا كونستانت. اوكي okay. طيب
فشو بتصير هاي؟ يعني وكأنه هيك، يعني وكأنه عم بيقول لي انه في عندي half into ex plus e minus x، وكأنه هيك، يعني فيكم انتو تاخدوها هيك او فينا نخليها هيك ونعملها derivative دغري. اوكي؟ طيب شو بصير هون الديريفاتيف؟ شو بصير الديريفاتيف؟ ديريفاتيف لاي اكس هو اي اكس، ديريفاتيف لاي ماينس اكس هي ماينس اي ماينس اكس على 2. خلص هيدا هو، خلص بس هيك. اوكي؟ جربوا انتوا اعملوا يو على في، كمان رح تصير نفس الايديا، بس يو على في ما بتنفعني. هلا اذا تحت في عندي 2 اكس مثلا هيك، اوكي ساعتها بشتغلها از يو على في، ولكن طالما ما عندي ما بشتغلها. خلص يعني انا عندي بس عندي بس الكونستانت فمش بحاجه. اوكي؟ طيب رح خلي 4 و5 و6 انتوا تحلوهم بعدين على رواق، وتبعتوا لي الانسرز بالخاص، اوكي؟ تبعتوا لي اياها على الواتساب باي وسيله بدكم اياها، ممكن توصلوا لي، بعتوا لي اياها انه والله انا حليت كذا وكذا وكذا. اوكي؟ تمام. نمبر 9 عم بقول calculate the following limits، بدي حل كمان كم وحده منهم واترك لكم الباقي. اوكي؟ نمبر 1 عم نقول هون limit as x tends to plus infinity ل ex على 1 plus x squared. شو الليمت؟ اوكي؟ دغري انا ببلش فيها، شو بحط هون؟ ال ex على plus infinity هي plus infinity، 1 على x squared شو بتصير؟ 1 على x square 1 plus x square كمان بتصير plus infinity، فهي دي indeterminate. انا بعمل له بيتال فبتصير ex على 2x limit as x tends to plus infinity ل ex على 2 على 2x كمان هي plus infinity على plus infinity، بتروح تعمل له بيتال مره ثالثه. طيب هون علشان اتقبى انا الروبيتال مره 2 3 و4، اوكي؟ فدغري بقول هون بما انه صارت ex على x على 2x، طيب انا عندي فورمولا ليمت ل اي اكس على اكس شو بتساوي؟ بلس انفينيتي. اوكي؟ فاذا هيدي بتصير كلها بلس انفينيتي ملتبلايد باي هاف بتصير بلس انفينيتي. عرفتوا كيف الايديا؟ خليني اشرحها هيك بشكل ابسط واوضح. اوكي؟ هيدي شو بتصير؟ يعني وكانك عم تقول انت ليمت از اكس تنس تو بلس انفينيتي، خذ 1 اوفر 2 اوتسايد وخذ اي اكس على اكس جوا. هلا اي اكس على اكس هيدي اللي جوا شو بتصير على بلس انفينيتي؟ بتصير بلس انفينيتي، هيدي كلها بتصير هيك بتصير بلس انفينيتي، وهون في هاف، هاف تايمز انفينيتي يعني كلها بتصير بلس انفينيتي. نمبر 2 نمبر 2 ليمت لاي اكس على بلس 3 على 2 اي اكس ماينس 5 على بلس انفينيتي شو بتصير؟ بتصير بلس انفينيتي على 2EX على plus infinity plus infinity، يعني plus infinity plus 3 plus infinity minus 5، يعني بتصير infinity على infinity وهون indeterminate. هون بدي أعمل مين؟ لوبيتال حج لوبيتال. فشو بصير الليمت as x tends to plus infinity لا EX على 2EX؟ ليه؟ لأنه derivative ل EX power plus 3 هي EX، EX هي derivative تبع EX على طول، بس بدي أعمل derivative ل EX بتضلها زي ما هي، والانتجرال نفس الشيء. 2EX كمان بتضل 2EX minus 5 خلاص بتصير 0 5 و 3 بتصير 0، فبتصير هون 2EX على EX، EX مع EX بتروح فبيبقى الانسر half. شفتوا كيف انا بشتغل فيهم؟ ها بتصير الانسر half. خلينا نشوف نمبر 3. نمبر 3 limit as x tends to plus infinity ل x cube minus EX شو بتصير؟ x cube بتصير plus infinity minus EX على plus infinity بتصير plus infinity، يعني بصير الانسر plus infinity minus infinity، وهيدي الكيس indeterminate. بهيدي الكيس ما في انا اعمل لوبيتال. ليه ما في اعمل لوبيتال؟ since الانديترمينت منه 0 على 0 او infinity على infinity، فانا بدي اروح plus infinity minus infinity. طيب هلا شو بدي اعمل هير؟ بتصير limit as x tends to plus infinity لهيدا الفانكشن، يعني بدي احاول اعمل شيء هون. اوكي بدي احاول اعمل شيء، اذا بتتذكروا من قبل كنا ناخذ كومن صح؟ خلينا ناخذ كومن اكس كيوب. اذا انا اخذت كومن اكس كيوب شو بصير في عندي جوا؟ 1 ماينس اي اكس بتصير هيك على اكس كيوب. طيب شو بستفيد منها هاي؟ بستفيد منها على الشكل التالي، شو بتصير؟ بلس انفينيتي برا بتصير بلس انفينيتي لانه هي اكس كيوب على بلس انفينيتي بتصير بلس انفينيتي. طيب 1 ماينس هلا اي اكس على اكس كيوب، تذكرتوا الرول اي اكس على اكس باور الفا، اي اكس على اكس كيوب
شو بتصير؟ plus infinity. فبتصير هون plus infinity. فشو بصير الانسر؟ plus infinity outside times minus infinity inside. فبصير الانسر plus infinity. انتبهوا infinity times infinity بيطلع infinity، ولكن negative positive تعطيني اياها positive. هون ليش صار جوا minus؟ لانه في minus times plus infinity، يعني بصير minus infinity. 1 minus infinity minus infinity. بحاول اختصر شوي، عرفتوا كيف الايديا؟ طيب راح خلي لكم كمان number 4 و5 و6 و7 و8، وفي عندنا exercises كمان بالفيديو الماضي، بحاول انا اجمعهم كلهم ب one فيديو واعطيكم اياهم as exercise، هيك بنكون عم نصلح. اوكي يلا سلام.